أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في مبادرة جديدة قادمة أو تخرج من شواطئ جدة. نجح أمس قرابة 100 غواص في تنفيذ برنامج بيئي توعوي للحفاظ والدفاع على الشعب المرجانية من خلال الغوص إلى أعماق البحار والتقاط الشوائب والعوالق من قاع البحار للحفاظ على البيئة المحيطة بالشعب. واستغل الغواصي وجودهم في أعماق البحار وقاموا بمبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. احنا حابين نتكلم أكثر على هذه النشاطات في أعماق البحار من خلال ضيوفنا الكرام في الاستوديو. احنا معنا الكابتن إيهاب أبو العادل مدرب غوص وأيضا الغواص عبد الرحمن الحداد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. حياكم الله ويعني يعطيكم العافية على هذه المبادرة. أول شيء حبدأ فيك كابتن إيهاب، يعني فكرة الـ يعني الحفاظ على البيئة والقيام بهذه المبادرة، الهدف منها أول شيء كنا بنتكلم قبل الهواء إنه الهدف منها بالدرجة الأولى توعوي للحفاظ على الشعب، هي الشعب مهددة بخطر الآن، وإيش أهمية الشعب داخل أعماق البحار؟ طبعا هو الهدف توعوي جدا بالنسبة للغواصين أو غير الغواصين. الرسالة بتقول إنه يا جماعة وقفوا ترموا، لأنه الحياة المرجانية مهمة جدا في حياة الأسماك. الأسماك ما بتعيش في المناطق اللي ما فيها مرجان، فلما تتكسر المرجان أو الخيوط حقت الصيادين اللي بتترمي وبتأثر عليها، فما بين المرجان ما بيجي الأسماك تعيش. المرجان له علاقة، لأنه في ناس بتعتقد أنه المرجان هذا عبارة عن شكل جمالي داخل الأعماق لا أكثر ولا أقل، ما بيعتقدوا أنه هل له علاقة بحياة الحياة البحرية ولا له علاقة بالأسماك؟ المرجان من أهم الدورة البيئية بالنسبة لحياة الأسماك وتكاثرها. المرجان. طيب أنتوا كيف يعني فكرتوا بتوعية الناس أنه بس نزلتوا ونظفتوا لقيتوا أشياء كثيرة في قاع البحار؟ لقينا أشياء مرة كثير، من ضمنها خيوط الصيد، من ضمنها علب البيبسي، علب كل الكانز هذه كلها مرمية تحت. طبعا ما في توعية للناس أنه وقفوا ترموا، لا احنا نبغى نوعيهم يوقفوا علشان الحياه المرجانيه، ولا بعد كده ما حيكون في اسماك قريبه من الشواطئ وما حيقدروا يصيدوا حتى. تمام. طيب اخ عبد الرحمن، انت نزلت من الناس اللي نزلوا في هذه المبادره. نعم، وقاموا بتنظيف الاعماق. طب وصف لنا حال الشعاب عندنا المرجانيه، كيف كانت لما نزلتوا؟ طبعا احنا نسمع من قبل وشفنا اللي بعد، سمعنا عن روعه المكان وفعلا المكان رائع، ولكن الاشكاليه انه المخلفات اللي ترمى هذه تؤثر مباشرة على الحياة المرجانية. الكائنات المرجانية بعضها حساس جدا لللمس، يعني لمسة واحدة قد تنهي حياة المرجانة هذه اللي تأخذ عشرات بعض الأحيان مئات السنين على أساس تبدأ بالنمو. طبعا وجدنا كثير من المخلفات، خيوط صيد بشكل كبير، علب أو علب معدنية، علب بلاستيكية بشكل كبير جدا. نزولنا كان حتى عمق تقريبا 60 قدم او 20 متر. نعم، ما يعادل 18 الى 20 متر. صحيح. تمام. طبعا حاولنا، كانت مجموعه كبيره مننا، يعني مقسمين الى مجموعات بتقسيم المنطقه للعمل عليها، بحيث ان الواحد يقدر يغطي اكبر مساحه في عمليه التنظيف هذه. طيب يعني انتم كنتوا بتوصلوا المعلومه كيف للناس انه انتم بتنظفوا اعماق البحار وترى في مخلفات، في تلوث تحت. طبعا قبل الايفنت كان في ناس كثير. انت عملتوا ايفنت يعني او قبل يعني الحدث او قبل بدايه النزول؟ كان في كثير ناس حاضرين، سمعوا عن الموضوع قبل كده، جو حضروا على اساس يشوفوا الغواصين وهم بينزلوا. كثير ناس بعد ما رجعنا من النزول كانوا حاضرين يتفرجوا على المخلفات اللي صدرت معانا مع على سلال الغواصين، ايش طالع فيها من مخلفات. فاوريدي الناس كانوا قبل موجودين وبعد برضو شافوا اللي خرج من الماء. تمام. انتوا تعمدتوا توروا الناس؟ كان في ناس يعني من عامه الشعب عشان يشوفوا؟ هو كان ايفنت اصلا. احنا اعلنا عنه من قبل. طيب والمبادره كانت من الغواصين عشان يوعوا برضو الناس. تمام. انتوا تعمدتوا توروهم المخلفات؟ اتعمدنا المخلفات، وكان طبعا الايفنت مدعوم من الشركات الخاصه. تمام، مدعوم علشان كذا كان في وسائل الاعلان والى اخره. نبغى نوري الناس في النهايه انه التوعية مهمة بالنسبة لنا، لازم نحافظ على البيئة البحر الأحمر، خصوصا إحنا في عروس البحر الأحمر جدة.
عروس البحر الأحمر اللي مليانة مخلفات مليان مخلفات. طيب إيش كانت ردة فعلهم لما شافوا هذه كمية المخلفات؟ كان في كميات كبيرة يتهيألي. تقريبا طلعوا حوالي 500 كيلو جرام يعني حوالي نص طن هذا من الخيوط وعلب والعلب قدرت تقريبا يعني أن المشاركين كانوا يبغوا يعملوا أكثر من غطسة علشان يجمعوا أكبر كمية من النفايات ولكن إحنا كان الهدف حقنا مش نجمع أكبر كمية قد ما نوعي الناس إنها توقف ترمي. طيب يعني سؤالي هنا كيف قسمتوا العمل بينكم؟ يعني أنتوا كنتوا حضرتك قلت كنتوا مجموعات صحيح. فكيف تم تقسيم العمل؟ طبعا الكابتن إيهاب كان مسؤول عن تقسيم نزول الغواصين. كل مجموعة مقسمة من 5 غواصين معهم مدرب غوص بحيث أن المدرب يكون مشرف على المجموعة هذه بشكل كامل وكل مجموعة مقسمة إلى 5 معهم مدرب يبدأون عملية ترتيب النزول عن طريق تسجيل نزول الغواصين وتسجيل أساميهم وعملية نزولهم 100 غواص 100 غواص نعم. وتسجيل الأسامي الغواصين اللي نازلين مع جميع معلوماتهم من الضغط اللي نازلين فيه المجموعة كم رقم المجموعة واسمها بعد النزول يبدأ عملية الخروج تسجيل وقت الخروج إيش مع الغواص هل تعبت السلة ما تعبت السلة في النهاية يتم حصر الأعداد كنتم مقسمينهم في مناطق؟ هي المنطقة تقريبا حوالي 500 متر 500 متر أيوة واجهة بحرية 500 متر طيب. أمام الهيلتون كانت فكانوا مقسمين يعني 100 غواص كانت بكفاية أنا متخيلة مدام بالمنطقة ديك طلعتوا العجائب طلعنا العجائب العجائب يعني أنا متأكدة من كده يعني يقال إنه يعني المنطقة يعني مو كفاية إنه في برضو يعني كان لفترة من الفترات قيل إنه هناك مضخات للمجاري أو إلى آخره في المنطقة بلس كمان المخلفات فيتهيألي الحياة البحرية مهددة جدا في المنطقة دي أكيد أكيد طيب وكانت تعتبر المهمة هذه تعتبر كانت مهمة شاقة وبتحتاج وقت ولا كانت أنجزت بشكل ميسر؟ والله إحنا كنا بنرتب لها من شهر 2 وإحنا الآن في شهر تقريبا 5 فأخذنا فترة طويلة عشان ننظم الفعالية هذه وعشان نجمع الناس لأنه هذه المبادرة هي مبادرة تطوعية إحنا كنا نتمنى يكون في جمعية للغواصين تجمعهم تحت مظلة واحدة ويصير الحدث هذا مو يصير الحدث هذا كل أسبوعين أو كل 3 أسابيع تمام يهتموا بالحياة البحرية ونتمنى الكلام ده كيف كان مستوى وعي الناس بالحياة البحرية بعل الشعب المرجانية في أهمية الحفاظ على البيئة البحرية أنت قصدك الناس اللي حاضرين طبعا الناس اللي حاضرين كانوا كثير منهم كانوا حاضرين مخصوص للهدف كانوا بيسألوا كانوا نعم بيسألوا أسئلة كثير إيش شفتوا بينتظروا حتى يشوفوا الحصيلة أو المخلفات اللي خرجت عشان يشوفوا إيش أنواعها طبعا كثير ناس صدموا بأكبر شيء طلعناه اللي هو الخيوط البحرية ما كانوا يتصوروا لأنه منطقة برضو فيها صيد ولكن ما أحد كان يتصور كمية الخيوط اللي أخذت الحين أنتوا صدمتوا لما قلت لي 500 كيلو يعني. نعم فكمية كبيرة من الخيوط البحرية خيوط الصيد كانت مستخرجة الناس صدمت لما شافت الخيوط هذه بالكمية هذه إشكالية الخيوط هي أنها تحجب الشمس عن المرجان وحجب الشمس عن المرجان يؤدي إلى يعتبر شيء نعم لأنه مؤذي للمرجان بالضبط فهي تحتاج إلى الشمس المرجان لا ينمو لما ما يكون في ضوء شمس ما في الحياة الطبيعية اللي بالنسبة له الموارد اللي بسمعها المويه المالحة صحيح بس نسبة الملوحة إذا ما كانت بالكمية هذه عشان كده في فرق بين البحر الأحمر اللي طوله 1800 كيلومتر تقريبا من أجمل بحار العالم من أهدى بحار وأغناهم العالم وأغناهم بالشعب المرجانية وأغنى بالشعب المرجانية والحياة البحرية لذلك هو سمي أصلا البحر الأحمر أيه سمي بالبحر الأحمر هو كان اسمه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله كان اسمه نسيت المعلومة؟ إيه نسيت المعلومة طيب مو مهم بس هو يعني على بشكل أو بآخر والبحر الأحمر من كان اسمه بحر القلزم القلزم. كان القلزم بعدين سمي البحر الأحمر لاشتهار الحياة المرجانية الحمراء الموجودة اللي إحنا بنحاول إنه ناس كثير بتحاول تقضي عليها جهلا نعم. طيب خلينا نتكلم على النشاط الآخر اللي أنتوا عملتوا أنتوا قررتوا أنكم تبايعوا الملك سلمان بن عبد العزيز نعم. حفظه الله إحنا بأعماق البحر حكيني على الجزئية دي الجزئية هذه طبعا بادرة جات معاكم كانت الفكرة كانوا واجدين كان معانا شخص هو بادر وقال إحنا ليش ما ننتهزها فرصة طالما في
تغطية إعلامية كبيرة للحدث هذا. إحنا ننتهزها فرصة ونبايع الملك سلمان وولي العهد وولي العهد. فقمت بمبايعته، كيف سارت المبايعة؟ إيش عملتوا؟ أجمعنا كلنا ومسكنا صورة الملك وولي العهد وولي العهد وتصورنا معها، وقررنا أنه نكتب المنشطة اللي كل المية جمعوا تحت قاع البحر في مكان واحد وتصور؟ لا، تحت الموية جمعوا مجموعات، المجموعات كل مجموعة كان معاهم صور وتصوروا معها. يعني هي فكرة حلوة. يعني هو أنا بلاحظ يعني مؤخرا في سارت نشاطات كله تحت قاع البحر. أديك المرة برضو الاحتفال باليوم الوطني تحت قاع البحر، وأخذنا الناس الضيوف اللي عملوا بالمبادرة، قاموا المبادرة هذه. والآن يعني حسيت أنه في تعلق، أنه حتى دوروا للناس أنه ترى في جمال تحت قاع البحر، ممكن نعمل اكتيفيتيز أو نشاطات تحت قاع البحر. يعني أكيد شيء جدا حلو. طب إيش الفكرة أنكم أنتوا تبيعوه أخي عبد الرحمن تحت قاع البحر؟ إيش الايدي، إيش اللي بتوصلوه رسالة؟ يعني الفكرة طبعا هي إيصال أنه المبايعة هذه هي مبايعة خالصة من الشباب، إيش ما كان نشاطهم وإيش ما كانت هوايتهم. فكرة تحت البحر هو شيء يعني يعتبر نوعا ما يونيك أو فريد من نوعه. حبينا نسوي هذا الشيء الفريد من نوعه لإظهار المبايعة هذه ولإظهار حبنا وولاءنا للوطن وولاءنا للملك عبر أخذ المبايعة هذه إلى تحت البحر. وكيف حسيتوا صداها الفكرة هذه؟ والله صداها جميل جدا. يعني أنتوا نزلتوا صور تهيالي بالسوشيال ميديا نعم. إيش كان ردود الأفعال؟ أظن أي أحد ممكن يدور أو يكتب عليها سيرش حيحصلها مباشرة. صداها جدا جميل، الناس تفاعلت معها بشكل فعال. الآن في ترتيبات من الناس أو من مجموعة الغوص أنه ليش ما نبدأ نسوي نفس اللي سويناه في الإيفنت مرات متتالية، بحيث أنه ناخذ نفس الفكرة الفريدة هذه ونطبقها. تمام. طيب أكيد يعني كناس قامت في المبادرة هذه عندها رسالة بعد ما شافت اللي شافته في قاع البحر، بعد المخلفات، بعد يعني يمكن هي بشكل أو بآخر مقصود أو غير مقصود، هي بالنهاية تدمير لحياة بيئية نحن بشكل كبير نستفيد منها. إيش الرسالة اللي بتوصلها يعني كابتن إيهاب للناس اللي بتجلس على البحار، للأفراد؟ إيش مسؤولية الفرد وإيش مسؤولية المؤسسات؟ طبعا المؤسسات بادرت، ولكن المؤسسات قليلة. احنا رسالتنا كانت انه احنا نطمع انه يكون عندنا جمعية تجمع الغواصين وتحت مظلة واحدة. عندكم افكار كثيرة؟ عندنا افكار جدا كثيرة. طبعا الرسالة تجي من الفرد هذا بالنسبة لنا احنا الغوص ده اذا انا كنت احبه ابغى الناس كلها تحبه. فالرسالة دي كانت في أشياء أنتم ما أنتم ملتفتين لها، التفتوا ليها شوية، لأنه هذه ترى مورد من الموارد اللي هنحتاجه في المستقبل لأولادنا وأولاد أولادنا. تمام، هذه للمؤسسات. نعم. والأفراد إيش تبغى توصل لهم رسالة؟ أبغاهم ينتبهوا على البيئة. أي شيء اليوم يعني أي حاجة ما انتبهنا لها في البيئة حتأثر علينا. يعني ما حتأثر عليك بس أنت كفرد، كمجتمع بالكامل. صحيح. فالرسالة يعني مو أنا بس أقول من جهة البحر، حتى من جهة الأرض في ناس كثيرة اليوم بتبادر أنه الريسايكل، نبغى نعمل ريسايكلينج ونبغى نعمل كذا، تدوير بالنسبة للبيئة لازم نلتفت له ونعلم أولادنا الكلام هذا. أكيد. وبالنهاية هي النظافة ما حتكون بسطح الأرض، إنما في قاع البحار. نعم. كمان النظافة يعني في كائنات مخلوقات الله موجودين فوق الأرض وكمان تحت الأرض وفي أعماق المحيطات. إحنا نهنيكم على هذه المبادرة ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وشكرا تواجدكم سيدتي. شكرا لك. إذن مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربيا. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية.